بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، بدعوكم كل الأصدقاء والإخوة الأعزاء بالدعاء لإخواننا في غزة وفي فلسطين الشقيقة الحبيبة بالنصر. اللهم ارحم شهدائهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب، اللهم ارددهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين، اللهم آمين يا رب العالمين. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة، والحلقة رقم 83. في بداية الحلقة عايز أنقل لكم من كتاب سرداب المومسات وصف الدكتور محمد عبد الوهاب لانتظار الستة المحكوم عليهم بالإعدام لحكم الإعدام. كتب الدكتور محمد عبد الوهاب في كتاب سرداب المومسات: كانت تلك اللحظات أسوأ لحظات تمر على أي إنسان ينتظر مصيره الذي فرض عليه من قبل محكمة الجنايات، فلو سمع منطوق الحكم وحكم عليه فورا لكان الأمر أسهل وأهون، ولكن الانتظار والتفكير في مفارقة الأبناء والأهل والأصدقاء والجيران بجانب الحياة نفسها والتي سيحرم منها ومن مباهجها، سواء شرب خمر ولعب قمار وزنا ومشاجرات وأكل فسيخ وبصل وشرب حشيش وضاتورة واغتصاب وممارسة الجنس عنوة والسرقة. كان كل المحكوم عليهم بالإعدام شنقا لديه ما يشغله ويقتله من كثرة التفكير عدا سكينة، فكل ما ستخسره رفيقها وخمرتها، وكان أشدهم ريا، فلمن ستترك بديعة وهي الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة؟ فقد مات محمود وأبو العطا وفاطمة ونبوية. طبعا محمود وأبو العطا وفاطمة ونبوية أبناء ريا من حسب الله، واللي ماتوا وهم أطفال ولم يتبقى لها إلا بديعة، وكلهم ماتوا صغارا وهي الآن أي بديعة في الملجأ العباسي، والجميع يعرف أنها ابنة أشهر قاتل وقاتلة في تاريخ مصر، فهل ستتحمل بديعة نظرة السخرية والخوف من بقية نزلاء الملجأ أو العاملين به؟ لقد أخذت بديعة وحرمت من أمها وأبوها وجدتها وخالها، وما أشد مرارة هذا الشعور. كان حسب الله والذي قبض عليه ولم تمر أيام على شهر عسله مع زنوبة، طبعا لأن حسب الله اتقبض عليه بعد 4 أيام تقريبا من زواجه على زوجته الجديدة زنوبة بنت أحمد أبو هلال. ماذا فعلت في حياتها وهي يتيمة الأب والأم؟ يقصد زنوبة بنت أحمد أبو هلال زوجة حسب الله الجديدة، كي تتورط في تلك الزيجة الغبراء. كان حظ نور بنت عبد الفتاح سويفي زوجة محمد عبد العالي الجديدة سيئا، فماذا عاد عليها من تلك الزيجة النحس؟ وما هو شعور ليلى بنت عيد أبو العلا وهي تنتظر خبر رفع الراية السوداء على سارية سجن الحضرة؟ طبعا ليلى بنت عيد أبو العلا أم محمد عبد العال. ماذا لو سمع محمد عبد العال كلام أمه وابتعد عن سكة الغلط؟ كان حصل له ما حصل؟ هل لو فكر عرابي حسان في عمله ورعاية ابنه عباس وزوجته مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام كان حصل له ما حصل؟ وأطفال عبد الرازق يوسف، عبد الحليم وسلامة وفتحية، وزوجته مرزوقة بنت علي العدوي عندما كان يدخل ويجدهم في انتظاره، هل فكر ما هو مصيرهم وهو يخطط لجرائم القتل؟ وعلي محمد حسن الصائغ ألم يكفيه ما يربحه من بيع الذهب حتى يطمع في المكسب الكثير من شرائه الذهب المسروق؟ ماذا حدث لنبوية بنت جمعة كي تخون الحج حسين علي وفيق زوجها والذي عاشرها بالمعروف والمودة طيلة 30 سنة؟ لماذا حدث العكس فبعد موت ابنتها الشابة محترقة وهي تعد طعام العشاء لأمها وأبوها وإخوتها انقلب حال نبوية لتصبح مومس بالأجر؟ هل كانت تنتقم من نفسها أم من زوجها وأولادها أم من أهلها أم من الله سبحانه وتعالى عياذا بالله كونه حرمها من ابنتها؟ ماذا حدث لعزيزة بنت عبد العزيز ذات 18 ربيعا ذات العود الأخضر كي تبيع جسدها كي تأكل وتنام لدى سكينة فقط أكل ونوم؟
ما كانت تبحث عنه تلك الفتاة التي باعت عرضها وجسدها كي تجد ما تسد به رمقها من الجوع، وماذا كانت أشهى أكلة تقدمها لها سكينة إذا كانت محظوظة؟ جزء من دجاجة ميتة أو لحم خيل أو لحم حمير مما كان يبيعه الجيش الإنجليزي. هل لو وجدت عزيزة وظيفة أو شخص كريم يساعدها على الحياة الكريمة أو يرمي لها بقايا طعام كانت اتجهت لتسلك هذا الطريق الشائك؟ أما عديلة الكحكية أم محمد، ماذا حدث كي تضع رأس أهلها في الوحل بعد فضيحتها؟ ده كان وصف للدكتور محمد عبد الوهاب من كتاب سرداب المومسات، بيوصف أو بيلخص القضية وبيصف حال الستة المحكوم عليهم بالإعدام انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام. قدمته لحضراتكم من كتاب سرداب المومسات للدكتور محمد عبد الوهاب. بعد ما تم إعدام رية وسكينة ورجالهم زي ما حكينا قبل كده بالتفصيل، بدأ أهالي الضحايا والمتهمين الستة اللي تم إعدامهم يبحثوا عن أعراض ومتاع الحياة الدنيا الفانية، ونسيوا أهليهم ونسيوا ميتتهم المفجعة الرهيبة. بدأوا في كتابة العرائض والطلبات للنيابة العامة لأخذ أشياء كانت لهم، كانت الشرطة أو البوليس تحفظ عليها وقت القبض على المتهمين. هقدم لحضراتكم دلوقتي عريضة مقدمة من ليلى بنت عيد أبو العلا أم محمد عبد العال، بتطلب فيها الملابس اللي تم ضبطها من منزلها في قرية موشة في أسيوط اللي تخصها واللي تخص زوجة ابنها الجديدة نور بنت عبد الفتاح سويفي، واللي تخص زوجة ابنها محمود شقيق محمد عبد العال نزلة بنت حسن. وده كان نص العريضة زي ما احنا شايفينها. حضرة صاحب العزة وكيل نيابة محكمة اسكندرية الكلية، مقدمه لعزتكم ليلى بنت عيد رعية وسكنة بغيط العنب شياخة علي فودة تبع قسم كرموز. طبعا ليلى بنت عيد كانت بتقيم في قرية موشة في أسيوط، ولكن العنوان ده كان عنوان ابنها محمود شقيق محمد عبد العال في غيط العنب في الإسكندرية. تعرض الآتي: أفندم، ولدي المدعو محمد عبد العال اتهم في قضية الجناية مع رية وسكينة وحكم في القضية وأودع بالنيابة ملابس ملك مقدمه، وحيث أنه فصل في الدعوة نهائيا ويتيح قانونا لمقدمه استلام ملابسها المذكورة وجلابية ملك نزلة بنت حسن، وعليه تجاسرت بعرضه وبه ألتمس من عزتكم الأمر باستلام ملابس المذكورات المودعة بالنيابة وتحريرا يوم 17 مايو سنة 1921 مقدمه وبصمة أصابعها. والغريب والعجيب واللي يدل على مدى قسوة وقوة قلب هذه السيدة إنها قدمت العريضة دي في اليوم التالي مباشرة للحكم بالإعدام على ابنها محمد عبد العال. زي ما احنا عارفين صدر الحكم يوم 16 مايو أيار سنة 1921، وقدمت العريضة دي تاني يوم مباشرة 17 مايو أيار سنة 1921. زي ما حكينا وشرحنا في الحلقة اللي فاتت، تقدمت مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام أرملة عرابي حسان بعريضتين عشان تطالب بالأشياء اللي تم ضبطها أثناء القبض على زوجها عرابي حسان. العريضة الأولى واللي قدمتها مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام أرملة عرابي حسان كالآتي: صاحب السعادة رئيس نيابة محكمة إسكندرية، مقدمته لسعادتكم مسعودة بنت محمود إبراهيم زوجة المرحوم عرابي حسان رعية وساكنة بجنينة العيوني بشارع الزهري شياخة علي زيد قسم اللبان. تعرض الآتي: اتهم زوجي عرابي حسان في قضية بيوت الهلاك، وأثناء القبض عليه في هذه التهمة هجم على بيتي وأخذت جميع ملابسي بدعوى أنه ربما كانت هذه الملابس ممن فتك بهم من النساء، ثم عرضت هذه الملابس على كل أهالي المفقودين فما أحد استعرف عليها أو على شيء منها، وقد حكم على زوجي بالإعدام وتنفذ عليه هذه الحكم، وحيث أن ملابسي ما زالت بمخزن النيابة ألتمس صدور الأمر بتسليمها إلي مع صدور الأمر بتسليم الكتيل الذهب تعلق زوجي لبيعها
وصرف ثمنها على نفسي وعلى ولدي القاصر اليتيم، وأدعي لعزتكم بالخير. تحريرا في 22 أبريل سنة 1922. مقدمته مسعودة بنت محمود إبراهيم. العريضة التانية واللي قدمتها مسعودة أرملة عرابي حسان كانت كالآتي: صاحب السعادة رئيس نيابة محكمة إسكندرية، مقدمته لسعادتكم مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام، رعية وسكنة بشارع الزهري، شياخة علي زيد، قسم اللبان، تتشرف بأن تعرض الآتي: يا سعادة الرئيس المحترم، إني زوجة المرحوم عرابي حسان الذي قضي عليه في محكمة جنايات إسكندرية منذ 10 شهور بالإعدام في قضية بيوت الهلاك. تنفذ الحكم على زوجي بالإعدام، ولكن عند القبض عليه أثناء اتهامه ضبطت كتينته الذهبية في عنقي وأخذت، وحيث أنني الآن يا سعادة الرئيس في أشد الاحتياج، لأنه تركني ولدي عباس الطفل ولم يترك لنا شيء نستعين به على تربية هذا اليتيم المسكين. ألتمس من العدالة صدور الأمر بتسليم الكتينة كي أتصرف فيها بالبيع وأنفق ثمنها على ولدي اليتيم، وأسأل الله الكريم ألا يريكم مكروها. مسعودة بنت محمود إبراهيم العوام، أرملة عرابي حسان. هقدم لحضراتكم دلوقتي خطاب خديجة السودانية أم فردوس بنت فضل عبد الله آخر الضحايا، واللي قدمته عشان تطلب الحصول على ما تم ضبطه من ملابس ومصوغات تخص بنتها فردوس آخر الضحايا في منازل المتهمين وقت القبض عليهم. وكانت كمان بتذكر في هذه العريضة أو في هذا الخطاب أن الفردوس ابنة اسمها حسنة، وكانت بتشتكي من الفقر الشديد. كان نص خطاب خديجة السودانية أو عريضة خديجة السودانية أم فردوس بنت فضل عبد الله آخر الضحايا: حضرة صاحب السعادة رئيس نيابة محكمة إسكندرية الكلية الأهلية، مقدمته لسعادتكم خديجة السودانية ساكنة بطنطا بكفر علي أغا بشارع ح بمنزل حسنين أبو شحات حارة حسن السيد عبد اللطيف شيخ حارة علي الحبشي، أعرض الآتي: أفندم، قتلت ابنتي في حادثة ري وسكينة بيد هؤلاء الآثمين، حيث كانت تجري علي وأنا مسنة وفقيرة الحال، وحيث أنه عند تفتيش النيابة على منازل المتهمين فقد وجد ضمن التفتيش أشياء تعلقها، ضمنها زوج أساور ثمنه 35 جنيه ونصف، وزوج آخر ثمنه 80 جنيه، وحلق بطارة ثمنه 3 جنيه، وأربع خواتم ذهب، وقلبين ذهب، وسلسلة و11 جنيه، وطرحة حرير ثمنها 8 جنيه. هنا تصحيح لخطأ موجود في كتاب رجال ري وسكينة للأستاذ صلاح عيسى، كان ذكر ان الطرحة الحرير ثمنها 80 جنيه ومكتوبة بالحروف، يعني مكتوب 80 جنيها، ولكن الصح هنا في اصل العريضة اهو ان الطرحة الحرير ثمنها 8 جنيه وثلاث فانيلات ثمنهم 6 جنيه، وقد جبتهم من كراكون اللبان وقت التحقيق واعطتهم للمحقق، وحيث ان بنتي التي تدعى فردوس عبد الله المتوفية قد تركت الي بنتا فقيرة الحال جدا تسمى حسنة، وأنا متكفلة بها وأقوم بالصرف عليها حيث أني وصية عليها، وحيث أني مستعدة لتقديم الوصية اللازمة لإعطائي ما تركته بنتي لأقوم بالصرف على ابنتها الفقيرة، جعلك الله ملجأ للعدالة أفندم. آخر عريضة هقدمها لحضراتكم العريضة أو الخطاب اللي تقدم به محمد أحمد رمضان النجار أو رمضان النجار عشان يتم إعفائه من مصروفات القضية في 4 مايو سنة 1931. كان نص العريضة كالآتي: حضرة صاحب العزة رئيس نيابة محكمة إسكندرية الأهلية الكلية، مقدمه محمد أحمد رمضان من أهالي الإسكندرية ومقيم بمحلي بحارة الفرهدة شياخة السيد بدير قسم اللبان، يتشرف بعرض الآتي: سبق تقدم مني عرض لعزتكم بأمل صرف قيمة ثمن المصاغ المباع بمعرفة النيابة تعلق مذكورين حكم عليهم بالإعدام من محكمة جنايات الإسكندرية في قضية ري وسكينة، وحيث أنني علمت
بأن قيمة الثمن الذي بيع به لا يكفي شيء، وحيث أني فقير وذو عائلة وغير كسوب لكبر سني وضعف بصري، فنرجو من سعادتكم معافاتي من رسوم القضية المذكورة وصرف ما يتبقى لي، بما أنني في أشد الاحتياج، وعلى الخصوص في هذه الأيام الضنكة التي عمت جميع القطر. بناء عليه نلتمس من سعادتكم معافاتي من رسوم الدعوة المذكورة وصدور أمركم الكريم لصرف ما يتبقى لي، نظرا لحالتي التي شرحتها لسعادتكم بطلبي هذه، ولي وطيد الأمل من هذه ومكارم سعادتكم التي جبلت بشمول نظركم الكريم للفقراء والضعفاء مثلي، ولسعادتكم مني ومن جميع أفراد عائلة الدعوات الصالحات، ومن الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أفندم مقدمه محمد أحمد رمضان أو رمضان النجار، يوم 4 مايو أيار سنة 1931، بعد إعدام رية وسكينة ورجالهم بحوالي 10 سنوات كاملة، ولكن للأسف لم يتم الموافقة على طلبه بإعفائه من رسوم القضية، وبالتالي لم يحصل رمضان النجار إلا على تعويض قدره 5 قروش من 150 جنيه بعد سعي وجري وكفاح لمدة 10 سنوات كاملة زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. آخر حاجة هقدمها لحضراتكم في حلقة النهاردة صور من شهادات الوفاة للمعدومين من أفراد عصابة رية وسكينة. أولا صورة شهادة وفاة رية بنت علي همام، مكتوب فيها صورة قيد وفاة، اسم المتوفى ولقبه رية، اسم الوالد ولقبه علي، اسم الأم ولقبها لا يعلم. طبعا هي الاسم الأم هو زينب أم مصطفى، ولكن لم يتم ذكرها. طبعا أي حد بلغ عن الوفاة بعد إعدامهم، وهنجد أن معظم البيانات في شهادات الوفاة غير دقيقة. محل الوفاة مش مكتوب حاجة، مكتوب بس محافظة الإسكندرية. التاريخ 21 الشهر ديسمبر السنة 1921، نوع المتوفى أنثى، تاريخ الوفاة كتابة 21/12/1921، سن المتوفى 35 سنة، وطبعا ده غير صحيح لأن رية كان عمرها وقت إعدامها 45 سنة. الجنسية مصرية، وده صورة شهادة وفاة رية بنت علي همام. بعد كده شهادة وفاة سكينة بنت علي همام، اسم المتوفى ولقبه سكينة، اسم الوالد ولقبه علي، اسم الأم ولقبها لا يعلم، تاريخ الوفاة 21 ديسمبر سنة 1921، نوع المتوفى أنثى، تم القيد بتاريخ 21/12/1921. بعد كده شهادة وفاة حسب الله سعيد مرعي، اسم المتوفى ولقبه حسب الله، اسم الوالد ولقبه سعيد مرعي، اسم الأم ولقبها لا يعلم. طبعا اسم أم حسب الله سعيد مرعي حواء بنت حسن مرعي. تاريخ الوفاة 21 ديسمبر 1921، كتابة 21/12/1921، نوع المتوفى ذكر، المهنة مسجون، سن المتوفى 27 سنة، الجنسية مصري. بعد كده شهادة وفاة عبد الرازق يوسف محمد، اسم المتوفى ولقبه عبد الرازق، اسم الوالد ولقبه يوسف محمد، اسم الأم ولقبها لا يعلم، تاريخ الوفاة 22 ديسمبر 1921، 22/12/1921، نوع المتوفى ذكر، نوع المهنة مسجون، سن المتوفى 30 سنة، والجنسية مصري. مكتوب ملحوظة في شهادة وفاة عبد الرازق يوسف، كتب اسم المتوفى غير كامل التنقيط كالوارد في الدفتر، وكذلك عبد يعني كتب كذلك عبد الرازق من دون نقط وليس عبد الرازق بالنقط. هنلاحظ فعلا ان اسم المتوفى في الشهادة عبد الرازق من غير نقط، وهو ده اللي كان موجود زي الدفتر بالظبط،
لأن دي طبعا مستخرج من شهادة الوفاة الأصلية. شهادة وفاة محمد عبد العال، اسم المتوفى ولقبه محمد، اسم الوالد ولقبه عبد العال، طبعا الاسم بالكامل محمد عبد العال أحمد طه، اسم الأم ولقبها لا يعلم، اسم الأم ليلى بنت عيد أبو العلا. تاريخ الوفاة 22 ديسمبر سنة 1921، 22/12/1921. نوع المتوفى ذكر، المهنة مسجون، سن المتوفى 24 سنة، الجنسية مصري. آخر شهادة وفاة معانا شهادة وفاة بديعة بنت ريا وحسب الله، اسم المتوفى ولقبه بديعة، اسم الوالد ولقبه حسب الله، اسم الأم ولقبها لا يعلم، طبعا اسم الأم ريا بنت علي همام، محل الوفاة الإسبيتاليا الأميري، تاريخ الوفاة 4 نوفمبر سنة 1925 4/11/1925. نوع المتوفى أنثى، المهنة مفيش، الديانة مسلمة، سن المتوفى 13 سنة، طبعا هي كان عمرها الحقيقي في الوقت ده 15 سنة أو إلا قليلا يعني، الجنسية مصرية. طبعا ده دليل دامغ على إن بديعة بنت ريا وحسب الله ماتت بمرض السل الرئوي في الإسبيتاليا الأميري في 4 نوفمبر سنة 1925، وليس زي ما كان بيقال من ادعاءات كاذبة ان حصل حريق او شيء من هذا القبيل في الملجأ العباسي. ودي شهادة وفاة بديعة والدليل القاطع على انها ماتت في الإسبيتاليا الأميري بمرض السل الرئوي سنة 1925 يوم 4 نوفمبر. بكده بتنتهي حلقة النهاردة، بأتمنى اني اكون وفقت في عرضها، وأتمنى أني أكون قدرت أقدم لحضراتكم شيء مفيد وشيء جديد. منتظر آراءكم وأسئلتكم في التعليقات. إن شاء الله حلقة يوم الاثنين هتكون حاجة غير ريا وسكينة، ولكن أوعدكم بقضايا زي ريا وسكينة هتكون مثيرة وأحداث مهمة. وأتمنى استمرار دعمكم واستمرار مشاهدتكم للقناة واستمرار متابعتكم وتشريفي بمتابعتكم للقناة، ومنتظر آراءكم وأسئلتكم في التعليقات. كل يوم خميس بإذن الله هنقدم فيديو من ريا وسكينة، هنجاوب على بعض التساؤلات اللي هترد في التعليقات، ممكن نعمل استطلاع رأي، نسأل حضراتكم تحبوا نتكلم عن إيه في حلقة يوم الخميس. كمان ممكن نقدم بعض الشخصيات أو الأحداث اللي عايزين نوضحها بالتفصيل في حلقات يوم الخميس عن ريا وسكينة. دمتم أصدقائي الأعزاء بكل الخير، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.